والآن نتحول إلى أهم أنباء الاقتصاد في نشرة السادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا لك محمد وشكرا لك ريهام. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صيني متخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة، وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحجم استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار. يأتي المشروع في إطار المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار. أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية التطوير وتحديث قطاع البترول تضمنت منذ انطلاقها عام 2016 تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطة التنمية. جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة، وتتمثل في انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيليكون المعدني والصودا إتش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة. كشفت دراسة للجهاز المركزي للتابعة العامة والإحصاء عن أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع. وأظهرت الدراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 2.9% خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وصنفت الدراسة مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 3.5% إلى 4.8% خلال نفس الفترة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تم وضع حجر أساس لإنشاء مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى، وذلك بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين. المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر يقام على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقترب من 1.5 مليار جنيه، حيث سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، ويأتي ذلك ضمن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التداولات اليوم مستهلة عمليات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بينما مالت تعاملات الأفراد العرب نحو البيع. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.7% ليصل إلى 18516 نقطة، متخطيا بذلك قيمته التاريخية السابقة البالغة 18500 نقطة. بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.5% في المئة ليبلغ 3741 نقطة. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.3% ليصل إلى 5505 نقاط. في منطقة الخليج أغلقت معظم أسواق الأسهم على ارتفاع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول في وقت سابق إن البنك لا يعتقد أن معركة التضخم قد انتهت، ولكنه سيمضي بحذر في خطواته المقبلة. وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 6%، وزاد المؤشر القطري 2%، أما مؤشر سوقي عمان والكويت فقد انخفض بنسبة 1%.
وصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا روموندو إلى بكين للقاء مسؤولين صينيين وقادة أعمال أمريكيين وسط جهود لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي تدهورت إلى مستويات تاريخية. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن زيارة روموندو التي تستغرق 4 أيام إلى بكين وشنغهاي تهدف إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل. وتأتي زيارة روموندو في أعقاب فرض وزارتها ضوابط على الاستثمار الأجنبي ما أثر سلبا على العديد من الشركات الصينية. أعلنت الصين خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، وهو إجراء يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم التباطؤ الاقتصادي. كانت أسواق البورصة في الصين تترقب هذا الإجراء بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية. أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري أنها تكبدت صافي خسائر بلغ 4.53 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو. وتتصدر إيفرغراند أزمة تعصف بقطاع العقارات الصيني، وشهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى ريهام ومحمد. شكرا لك محمد.